ايه رايك؟ ذوقك حلو قوي في كل حاجه. انا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف انك استعجلت؟ انا اتاخرت، بس انا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي احكيها لك عشان ما بقاش خبيت عليك حاجه. انا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق ان احنا بنبتدي النهارده؟ صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ردتش على تليفونك ليه؟ بقى انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني؟ ما يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب ما يتأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل، لا ممكن بكرة. يا سلام. شوية حاجات. وانت لما دخلتي هنا لقيتي حاجة ناقصة ولا ذوقي مش عاجبك؟ لا بالعكس، ذوقك عاجبني في كل حاجة. كفاية انك اخترتني، يعني ذوقك حلو. مظبوط، انا ذوقي حلو عشان اخترتك. بس انا فعلا في حاجات مهمة في البيت محدش هيعرف يجيبها غيري. ومن بعد كم يوم، بعد كم شهر، سنة لما تحتاجيها نبعت مريم تجي. انت شكلك كده مش عايز تخرج من الاوضه خالص. انا مش هخرج من الاوضه النهارده. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. انا لو خرجت من هنا هيحاكموني بتهمه اني مجنون. بس انت مجنون. بعد امبارح اكتشفت انك مجنون رسمي. انا مجنون بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي بس
أخاف للعمر يجري. شوية لخبطة بس يخلصوا. نسافر على فينيس أو برا أو أي حتة تختاريها. نعمل هانيمون. هانيمون؟ لو أنت فاكر إن أنا هكتفي بهانيمون 10 أيام وبعد كده خلاص الحياة تبقى عادي، ده أنا هخلي لك حياتك كلها هانيمون. ده إيه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ وتقولي له اخرج من الأوضة، أنا مش هغادر المكان. عارفة لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من فرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس فطار كفاية فطار بقى. بعدين أنا رانا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده، لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال مش هتبطلي مريم. انا مبسوطه قوي قوي. عقبالك، عقبال ما اشوفك عروسه حلوه. اكيد شكلك في فستان الفرح هيبقى ايه، صاروخ. بس نخلص موضوع الليسي ده الاول. نديم ما يعرفش خالص انه في حاجه في حياتنا اسمها ليسي، وما ينفعش يعرف. اوكي، حلوه اوضتك باربي زيك. ايه هو ده بس اللي جالك من حاجتك؟ وانا كمان نص حاجتي لسه هناك. بكره الصبح اخدك ونروح نجيب بقيه حاجتنا ونقفل البيت كويس. مريم طبعا انا مبسوطه قوي انك جيتي تعيشي معانا هنا، بس الموضوع ده لو مش هيريحك وعايزه تفضلي في بيت بابي هناك انا ما عنديش مانع، دي حياتك الشخصيه وانا مش هتدخل فيها. لكن طبعا انا افضل انك تبقي معانا هنا، يعني منه ان نبقى كلنا مع بعض انا وانتي ورانا، ومنه ان يطمن عليك. انا في حاجتين عايزاهم منك، ينفع أقولك عليهم؟ أول حاجة زي ما قلتلك موضوع الليسي، مش عايزة نديم يعرف عنه حاجة أبدا. أنا مش قايلة لنديم إنك متجوزة أصلا، بليز. الحاجة التانية، أنا مفهمة إن الحالة اللي أنت فيها دي نتيجة حادثة العربية مع بابا الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي، وموضوع الليسي ده خلاص قرب يتحل، هيطلقك تاني بالجزمة فوق رقبته. حتى لو اضطريت اديله قرشين ويحل عن زمانه، بس المهم ان دي ما يعرفش. انا مستعده. يلا يلا انا جعانه، قومي نتغدى، حضروا الاكل تحت. بالحق، اخبار عمك النصاب ايه؟ بيسخنك عليا يا مريم؟ بيملى قلبك غل مني كده برضو؟ لغيت التوكيل. طب عادي، هو انت يعني فاكراني هزعل ولا هعمل مشكله؟ بالعكس، ده انت كده ريحتيني يا بنتي. انا مش نصابه زي ما عمك بيقولك، ده هو اللي نصاب.
هنصب على اختي، اختي اللي من لحم ودم. انت عبيطه. ماشي يلا قومي، لازم نتغدى كلنا مع بعض تحت. قومي تغيري ليه، انت شكلك حلو. اوكي براحتك. انت مالك بتبصي للفستان كده ليه، عاجبك؟ ده ذوق نديم. يلا ما تأخريش، انجزي. بعدين بقى في الناس اللي احنا عايشين معهم دول، مش هيتغدوا معانا ولا ايه؟ مش عارف، شكلهم كده فعلا مش هيتغدوا معانا. طب هو ايه رايك لو مش هينزلوا هم، احنا بقى ايه؟ ناكل. انا كنت عايز اقول كده والله. ايه رايك؟ ده احسن حاجه. مش كده برضو؟ مامي جت، مش هنقول لها اي حاجه من اللي كنا بنقولها، اللي بيننا وبين بعضينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا شم ريحه اسرار. أسرار مين؟ ده إحنا عندنا موضوع الأسرار ده بكتير. يا راجل إيه ده؟ أسرار. في حد باعني النهاردة. أمال فين مريم؟ نازلة ورايا. طيب بعد ما نتغدى أنا عايز أقعد معاكي أنت ومريم شوية. بخصوص إيه؟ ميرسي. مش عاجبني إن في مشكلة بينك وبين عمك. والله يا نديم ولا أنا، بس أعمل إيه؟ نحلها؟ أي مشكلة عندك نحلها. أنا هنا. أنت أحلى حاجة هنا. هو أنا أقدر؟ أنا ما أقدرش. مين بقى اللي عازم نفسه على الغدا معانا ده؟ لا أنا بغير. بتغيري؟ أنا ما أقدرش. بس أنا مش غيرانة عليك، أنا غيرانة على رنا. يبقى أنا هضيع كده، لو خشيت بينكم أضيع. طبعًا. أنا قلت كده برضه، الناس دول مش فاهمين إن أنا اتجوزت. يا جماعة والله العظيم أنا اتجوزت، يا أميرة والله اتجوزت، افهموها بقى. معلش، أصل كان في حاجات ضرورية ومهمة جدا حصلت وأنا حاولت أوصل لك ومعرفتش. قال يعني مش قادرين يشتغلوا من غيري. ربنا ما يحرمنا منك. أنا جايبة الورد ده بدل ملك. Thanks. Welcome. عقبالك. Thank you. حياتك إن شاء الله. تفضلي يا أميرة، تفضلي. أهلا وسهلا. أول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، أنا مش قايلة لنديم إنك متجوزة أصلا. Please. الحاجة التانية، أنا مفهمة إن الحالة اللي أنت فيها دي نتيجة حادثة العربية من بابا الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي. حبيبك محتاج 250 ألف جنيه بكرة. ليه بقى إن شاء الله؟ هو قال لي يا مريم، أنت ما سمعتيش العيال أصحابي إمبارح هما بيتكلموا عن المشروع الجديد اللي هيعملوه؟ سمعتهم. طب وشفتي منظري كان بايخ إزاي لما قعدوا يقولوا لي هتدخل معانا ولا لأ؟ ما عرفتش أرد عليهم؟ وأنت هتجيب الفلوس منين؟ هو أنت حيلتك حاجة؟ مهمتي بقى لو تسلفيني ال 250 ألف جنيه وأردهم لك من الأرباح. أصلاً أنا مش معجبة بالمشروع ده. ليه مش عاجبك يا ماري؟ إيه اللي مش عاجبك فيه؟ إحنا في الأول هنجيب عربيتين بالقسط وبعد كده نشغلهم. بعد فترة يعني أبقى رئيس مجلس إدارة شركة بتأجر عربيات. يعني هي فرصة أنا أستقل عن أبويا وأنت تستقل عن أبوكي. ولا أنت يعني عايز ابننا يجي يلاقي أبوه عاطل من غير شغل؟ ابننا؟ آه.
أنا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب ما تفكري في الموضوع ده، أو تعالي نفكر أنا وإنت في الموضوع ده سوا مع بعض. يخرب بيت كده. أكيد هما. أكيد. صراحة أنا ابتديت أتخنق منهم. والله وأنا اتخنقت منهم أنا كمان. طيب طيب. إيه يا جدعان، في حد يخبط كده؟ إيه يا ميشو، في حد يخبط؟ مريم فين؟ مريم إيه؟ وإيه اللي هيجيب مريم هنا يعني يا عم؟ أنت هتستهبط؟ عربية راكلة برة، يعني إيه هنا؟ أوعى. يا عم إهدى بس، إهدى. مريم إيه اللي هجيبها هنا؟ أنا ماليش علاقة بمريم. يا عم استنى بس. أوعى من الطريق. زي ما انت فاهم، انا ما بعملش حاجه غلط. انا ما بعملش حاجه غلط يا بابا. انا وليسي متجوزين عند المأذون. احنا متجوزين. ما تقوله يا ليسي اننا متجوزين. والله العظيم ثلاثة احنا متجوزين عند المأذون. انا خفت اقول لك بس عشان عارفه ان انت رفضته، بس انا والله العظيم كنت هقول لك، بس كنت مستنيه انك تهدى شويه. يا ريت مره واحده يا بابا تسمعني. بابا يعني الاثنين اللي جاي رئيس الوزراء هيحط حجر الاساس للمدينه بتاعتنا. دي اخبار حلوه جدا. عشان كده عاوزين نجهز لليوم ده تجهيز جامد جدا. واحنا مش جاهزين ولا ايه؟ انا قايل من شهر. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ايوه احنا كنا مستنيين بس رئاسه الوزراء يردوا علينا ويحددوا لنا الميعاد. واحنا من امتى بنستناهم يحددوا الميعاد؟ احنا بنشتغل لحد ما يحددوا الميعاد. نديم، انا متبرعه بكامبين المدينه دي، سواء أو ميديا. أنا متأكد إنك هتعملي كده. هو في كذا شركة مقدمة لنا أوفرز. أوفرز إيه يا أميرة؟ بتقولك متبرعة. ما هم كمان متبرعين. حلو جدا. زيادة الخير خيرين. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها. إيد واحدة ما تنفعش. في حاجة تانية؟ آه. طيب أنا هقوم أشوف ماني، اتأخرت ليه؟ اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. اوكي. تكلمي يا أميرة. اصل البوب جالك وكان عاوزك ضروري، كان بيحاول يوصل لك ومش عارف. ظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا. عاوزك تشوف لي الحاله اللي في 206 اذا كانت تعمل عمليه الصبح ولا لا. اللي فهمته من كوست العمليه مش هيقدروا عليه. مش مهم، الصندوق اللي عامل المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي.
اوكي هطلع اشوف الحاله ووضع في الشقه بتاعتك. شكرا. دكتور شديد في حد جوه في انتظار حضرتك. صدقت كلام اخوك عني؟ اخوك هو اللي كان خاطفني، ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وتطمني على بنتي. وحشتني. بتبص لي كده ليه؟ قلت حاجه عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام ان بنتي توحشني واجي لك عشان تخليني اشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت بس قلت بلاش، أجي لك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ أنت مش عارفة أنت عملت إيه في بنتك؟ عارفة أكيد عارفة، بس هصالحها لما أشوفها وهي أكيد هتسامحني. أنا ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا، بس أخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني أعمل كده. تصرفات أخويا؟ أنت بتستعبط يا رشا. وفي إيد أرجوك، أنا مش جاية لك عشان نستفز بعض، أنا جاية لك عشان أنت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس. وعشان أنا زهقت لدرجة اني بفكر انتحر. اه والله انا ما بقولش اني ما غلطتش، غلطت، بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي، هو حر، بس يسيبني اشوف بنتي. ومش كل شويه يخلي رجالته يخطفوني في اماكن مقرفه وطول الوقت يهددني بالقتل. أنا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. اه والله أنا مش عايزة حاجة، مش عايزة أي حاجة، مش عايزة فلوس ولا الشركة ولا أي حاجة خدها مني. أنا عايزة بس يسيبني أشوف بنتي، أخدها كده في حضني، عايزة أشوفها النهاردة بأي طريقة. أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده إزاي، سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجة. إزاي ما كنتش باخدها في حضني وأدلعها؟ بس هتغير، هتغير جدا، هعمل لها كل حاجة. أنا اللي هأكلها وهجربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجة. وأنا كمان هبطل أخرج وأسهر وأشرب، حتى السجاير هبطلها. والكوك بقى أنت تعالجني منه. هي وصل كمان للكوك؟ خليني شندم اني قلت لك انا نفسي اركع رشا بتاعت زمان، فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه مش كده؟ مش مهم، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك ايه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟ ولا تكونش خايف من نديم؟ او مشترك معاه في الكذبة بتاعت اني سافرت دي؟ او هتكون قلت لها اني مت؟
كنا نهاش اللي تموت. زوجي هي اللي أيوة بقى أكتري بقى في الاشتغالات. قول بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازمة ده خالص. دي إشاعة أخوك مطلعها هو عماد القط. عماد القط ده ضواطي باخد بسجارة. أنا لما أشوف نديم أحكي له كل حاجة. بس الأول يلا بينا نروح للوجي. رفضهم كلهم قولي لي بس. لا حلوة قوي. طيب عظمة أميرة دي مزعجة قلبت لنا الغدا عشاء. بس هي السبب اللي هي جاية عشان يستاهل. ما كانش ينفع يتبعت لك بمسج ولا بورقة صغننة كده مع حد من السواقين ولا مع جمال. كان لازم تيجي هي بنفسها. هي أصلها عايزة توريني إنها موتة نفسها في الشغل. حاسة إنها أيامها الأخيرة. هتموت؟ لا مش هتموت. اختك دي طيبه قوي قوي. انا همشيها لاني زهقت منها. تخلصي الطبق ده كله عشان انا لسه احط لك طبق تاني. رنا شطوره بتعرف تاكل قوي كويس. يا بنتي حرام عليكي نفسك. انت ازاي طايقه الاكل كده؟ هي بتحب السبايسي؟ مش ممكن يا نادين. طيب ما تسيبيها براحتها. براحتها وانا مالي وانا قلت حاجه. مس نادين يا براذرز اون ذا فون. ثانك يو سالو. يو ويلكم. ايوه مفيد. امتى؟ مفيد خليها عندك ما تتحركش. انا مسافه سكه وجاي لك. مع السلامه. حبيبتي لازم اقوم حالا. هكلمك. ما تناميش غير لما اجي. يا حبيبي مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها وخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة يعتبروها مجنونة ويحطوها المستشفى وبعدين تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. بلا تعبانة بلا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأبن قافل لبعد. تعالى بشتمك. أوعى يا مفيد اتفضل. هتلاقيها يا مفيد. لو ما لقيتهاش هغير الأبن في المستشفى.
يعني لو كنت لقيتها عند أخوك كنت هتعمل إيه؟ كنت قتلتها. قتلتها إيه يا نديم؟ أنت مجنون؟ مش هسيبها عايشة بعد ما قتلت بنتي. آه، وتودي نفسك في داهية. أنا مش قادر أنسى بنتي. بنتي ما تفرقش تفكيري ثانية واحدة. مش قادر أنسى إنها راحت مداري. مش هرتاح غير لو خدت حقها. ما ظنش إنك هترتاح لو قتلتها يا نديم. بالعكس، أنت ممكن تعيش كل حياتك متعذب. أنا مش هعيش متعذب عشان دي. لا، مش عشانها، عشانك أنت. متهيألي نديم الراجل المحترم النظيف اللي كل الناس بتحلف بسمعته مش هيعيش مرتاح بعد ما يقتل. انا دي بشرب على الراجل بتاعك. انا دي بشرب. ما عملتش حاجه. نديم، نديم انت سامعني؟ طب ممكن ما تخوفنيش من دماغك دي؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان الماضي ده خلاص رميناه ورانا وان الحياة قدامنا؟ اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا يا نديم. انا حبيتك. مش مستعدة يجي اليوم اللي اشوفك فيه مش جنبي او تبقى معايا وانت مشروخ من جواك. يعني ايه يوم ما ابقاش جنبك؟ انا هفضل في الحضن كده على طول. يا سلام، عشان كده سبتني وجريت تاني يوم جوازنا. انا اسف يا روحي. غصب عنك. في كمان اسبوع واحد بس هغيب عنك فيه، بعد كده هفضل في الحضن على طول. نعم، ليه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ مش احنا بعتنا كل التحاليل والأشعة بتاعت رنا للدكتور في فرنسا؟ الدكتور حد من معاني ولازم تروح تقابله. بجد؟ للأسف بقى الميعاد ده جاي في نفس التوقيت اللي رئيس الوزراء هيفتح المدينة وهيحط حجر الأساس بتاعها. يعني ايه؟ مش هتبقى معانا؟ غصب عنك. طب ما ينفعش تعمل أي حاجة تظبط الميعاد بحيث إنك تبقى معانا؟ أنا مش عايز أبقى معاكي برضه. بس هعمل ايه؟ الدكتور ده مشكلة. لو ما كانش صاحب مفيد ما كناش خدنا معاد. حياتك عندي لأعمل المستحيل وخلص بحصلك. اوكي. طب ممكن اخد مريم معانا؟ يمكن اشوف لها دكتور هناك يشوف حل للمشكلة اللي هي فيها. افكوش. انت تعملي اللي انت عايزاه. ميرسي قوي يا حبيبي. انت ميرسي. شطنطريه. عندي ليكي خبر زي الفل. هنسافر باريس انا وانتي ورنا. في دكتور هناك بتابع حالتها. حضري نفسك. Thank you.
بقولك ايه؟ احنا ليه ما فكرناش ان انا اروح اتكلم مع مريم بما اني صاحبتها يعني؟ اتكلم معاها في ايه؟ يعني اقول لها الليسي عاوز يرجع لك وعايز يكمل معاكي. ومين قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معاها اصلا؟ الليسي ملوش في الحب، الليسي عاوز يقفش. بالظبط كده. معلم الحوار بتاع مريم ده في حاجه مش مفهومه. تقول لي بس في ايه وانا ارسيك على الصح. ايه اللي مش مفهوم يعني؟ يعني في سر طلقتها. رجعت لها الصور اللي عندها. واتنزلت على البلاغ. وبعد كده رجعتها تاني. مش عارف جاي دلوقتي تقول ايه لو مش اخفت بات لوحدك لحسن اختها تيجي تقتلك. ايه الجو ده يا عم؟ لا هو كمان عمال يراقب البيت ده كمان. عارف؟ انا مش فاهم. انت شفته من اخر مره؟ لا. متفكك بقى من الحوار ده خلاص يعني. هما قرشين قلبتهم منها وخلاص. افكني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي، مريم دي خدتني لغايه المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشه كبيره قوي. طب انا دلوقتي مش فاهمه، انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخبور لملك اختها. يا ابني ما بلاش ام الجو العجيب بتاعك ده، والله. يا ابني انا لو رغيت الموضوع ده من دماغي ابقى تهتيت. يرضيك واحده زي ملك دي تهتني؟ ما انا قايل لكم الموضوع 50 مره قبل كده. مش عارف اقول لك ايه والله. استنى ايه ده؟ دي ملك؟ ملك مين يا عم؟ مريم. مريم؟ ايه ده؟ صفتك جوزي لحد دلوقتي ينفع تمنعنا من السفر وتبعت لملك القرار ده. سفر ايه وبتاع ايه؟ هو يعزمنا احنا السفر ليه؟ هو انت مالكش بليه؟ انت ليك مكان. اه حلوه دي. صح. اه انا بعت لها اقول لها نسلك الموضوع ازاي؟ ما دام عايزينها منحة. صح. انت وقت بتفهم يعني؟ والله بتفهم. حاجات برضه كده لازم ادي لك حته في الاخر. هرد عليها. مش عارفه يا ملك، هي ورقه من مكتب محامي معلهاش اختام ولا اي حاجه رسمي، يعني من الاخر كده مش انذار، فاهمه قصدي؟ واللي جايبها مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس دقيقة واحدة. بص يا ستي، مكتوب إن موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الإجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر. إيه؟ وعارف منين ده؟ ده إحنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيه تفتي. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس دقيقه واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجه اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. رنا حبيبتي اطلعي شوفي لي مريم صاحيه ولا نايمه، ولو صاحيه تنزلي على طول. وانت استنيني في اوضتك حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك انكل نديم. انكل نديم؟ احفظي مامي، اسمه بابا نديم، بيزعل من انكل. طيب سوري، حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك بابا نديم عشان نلعب جيم مع بعض، بعد كده نحضر شنطنا. بس الاول جاهزه للهزيمه؟ نعم جاهزة للهزيمة. طب ايه رأيك بقى ان مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف. انت بنت متأكدة ان عندك 6 سنين بس؟ وبعدين هما 6 سنين دول قليلين. لا مش قليلين. روحي انتهي لي مريم. يلا حاضر. نفسي اعرف الزفت اللي ليسي عارف انها مسافرة منين. تقدر ان ما كانتش هي اللي قايلاله. دي ما بيجيش مراه غير المصايب. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. بكره وبعده، بكره وبعده، الوعد هيوفي لوعده، كلها بكره، كلها بكره وبس ووحده، بكره وبعده. ايه الحلاوه دي؟ يا ابني مش هيتنحنح،
انا انت عاوز تسرقني توقعني من طولي. سيبك انت بس من وقعك والحاجات دي، جاي مبسوط وبتغني كده ايه؟ ما غنيش ليه يا اخويا؟ ما غنيش ليه يا هلا؟ ده انا لسه راجع من عند المحامي ومطمني اخر طمانه. انت لسه برضه بابا اللي في دماغك ده في دماغك؟ حقي حقي، وانا لا سمح الله برمي جدتي وهاخد حق حد تاني؟ لا ده حقي وشرع ربنا كمان. ما هو انا بقى ما بقتش فاهمك، انا ما بقتش فاهمك. انت شويه تقول لي انا مش عايز حاجه ليا، الموضوع كله مريم وانا خايف على مريم من اختها لحقها يروح، وشويه تقول لي حقي وشرع ربنا. مريم مريم سيبك منها بقى، هي مش بعتنا وراحت قعدت معاهم خلاص، ده حتى ما اعتذرتليش يا راجل برساله ولا باس ان ام. بايه يا بابا؟ اس ان ام؟ اس ان ام علي. اس ان ام؟ ايه اس ان ام دي؟ جديد عليا انا شخصيا، اختراع جديد ده انا ما اعرفوش. والله يا ابني انا كمان جديد عليا، انا بسمعهم بيقولوا كده اس ان ام. سيبك من مريم، سيبك من مريم، سيب مريم دي للزمن. اه اصل مريم جايه جايه، صدقني يا ابني جايه جايه، لو ما جاتش بكره هتيجي بعده، فاهمني؟ ايوه بس عارف الفضل يرجع لمين؟ لامك الله يكرمها. مالها امه بقى؟ مالها امه؟ لا مفيش حاجه حبيبتي. ها؟ مفيش حاجه. ايه اللي جاب سيرتي؟ يا ستي يا ستي بجيب وعشان سيرتي وعشان ايه؟ مالها امه؟ يا ناديه والله بجيب سيرتك بالخير. بالخير؟ طيب عملت اللي انا قلت لك عليه؟ ايوان ايوان. واول ما المهمه خلصت بسلام رحت طالع دغري على المحامي ضايق. اوعى تكون نسيت كلمة من اللي انا حفظته لك وانت بترمي المية على عتبة بيته. عيب عليك يا نادي. دي الورقة اللي انت مديها لي اهي لسه مجيبها اهي. وايه قلت لي فيها ثلاث مرات وانا برش المية برش المية؟ ده ايه التخلف ده؟ ولا انت رحت قدام بيت واحد ومسكت مية وقعدت ترميها على عتبة بيته واقول اشتوت اشتوت اشتوت؟ اسكت اسكت، انت مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا عمرك هتفهم حاجة. لا انتوا اللي فاهمين. اه طبعا. ولا ولا عارف اللي اسمه الليسي ده؟ الليسي ده عارفه الليسي ده؟ لو ما طلعش مريم في ظرف يومين بالكتير يبقى تعالى اتكلم معانا. وهو انتوا عايزين بقى مريم تتطلق ولا عايزين ملك تتحبس؟ للليل. انا شخصيا عاوز للليل زي ما ابوك قال. للليل للليل. طب بصوا بقى انتوا الاثنين اعملوا حسابكم ان حتى مريم دي لو اتطلقت انا استحاله اتجوزها. يا نهار اسود، هو اللي انا عملته ده ايه؟ انا مش فاهم اللي انا عملته ده كله ده ايه؟ انت بتقول ايه يا هلا؟ زي ما سمعتوا كده، لو مريم دي اتطلقت انا استحاله اتجوزها. ولا خلاص. طب خد استنى. الله يبقى يبقى حينقطني الواد ده، حينقطني. مفعول العصير بتاعك راح. لا عصير ده ايه؟ انا اعمله تاني، اعمله تاني، اعمل له عصير تاني. يعني ايه؟ بشم على ظهر ايده؟ أنا وإنتي بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعة السودة دي أنا مش عايزة فضايح، مش عايزة نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده، أنا شكلي هيبقى زبالة قدامه. هقول له باسبورك ضاع. باسبورك ضاع إيه؟ ده يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتي له مش ها؟ عارف لوحده. ماشي يا مريم، هعمل نفسي مصدقاكي لما ارجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. ايوه استاذ جلال، وصلتك الورقه؟ طب وبعدين هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي. لا لا لا، حلول ودية إيه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما أرجع إن شاء الله. ماشي، باي باي. قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي، أنا هسافر وإنت تقعدي.
بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني ان انا اسافر واسيبك هنا. ولا انت ليكي راي تاني؟ انا رايي تاخدي سادو وتروحوا البيت. بس هقول ايه لنديم؟ اعصابي انت جننتيني، جننتي امي. مفيش وقت للحلول والقرارات. خلاص اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. مامي جايه جايه حياتي. نفسي مره واحده تعملي حاجه صح في حياتك. على طول انت تغلطي وانا ادفع الثمن. ايه بس يا رنا؟ ده انت يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبه. طيبه اه ما انا عارفه، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصل بصراحه مش عارفه اقول له ايه. قولي له اني ولا اقول لك؟ لا تقولي ولا تعيدي. ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر. مبسوطة؟ ليه؟ عشان نسافر. انت بتعملي ايه فوق؟ كنت بجهز البلاي ستيشن عشان اكسب. تكسبيني انا؟ طبعا. اه اي نعم انت ماي هيرو، بس مش هتقدري عليا في البلاي ستيشن. لا طبعا هنكسبك. طب يلا هنشوف. وريني التحدي. Who is mommy's hero? أنا. اديني العنوان. عنوان مين؟ عنوان البيت اللي اتجوزت فيه الزفت اللي اسمه نديم فخري. بس أنا لو سمحتي بلاش لف ودوران، الجرايد كتبت إن الفرح خلاص تم في فيلته اللي في القطامية، والصور مالية الجرايد، وحضرتك منورة في كل الصور. إيه ده؟ والله ما كنت اعرف انها فيلته، ده انا حتى كنت فاكراها. ارجوكي اديني العنوان وانا مش هقول لحد. والله ملك ما تفرق معايا، انا كل اللي يهمني بنتي اللي هي اخدتها من ورايا. ممكن حضرتك تهدى شويه؟ هو انت شايفاني مجنون ولا بشد في شعري؟ ما تجيبي العنوان. ما اعرفوش. ماشي، انا بقى هعرف ازاي اجيبه، وبنتي هاخدها بالذوق بالعافيه هاخدها. ده كانت متجوزاه ازاي ده؟ قلتلك هكسبك. ايه انا اللي هكسب؟ قلتلك لا بقى. لا ايه جول ده؟ انت ايه انت بتكذبي؟ فين ده؟ اهو قدامك. لا ده مش جول. لا ده جول بالنسبة
زيكم. تعالي لي. أنا أسفة لو جيت البيت بالطريقة دي، والله أنا أسفة فعلا، يعني ما كانش قصدي والله أسبب أي نوع من أنواع المشاكل. هو أنت يا أميرة ممكن تعملي لي مشكلة؟ ما أقصدش. ولا تقصدي؟ بلاش يا أميرة خيالك يسرح بيكي وتتصوري حاجات ولا أنت ولا أي مخلوق يقدر عليها. أنت بتعاملني كده ليه؟ أنت ليه بتتجاهل كل اللي قلتهولك قبل كده؟ يا نديم أنا اللي بيحركني خوفي عليك. مش عايز لت. فين مدير الشركة اللي هتنظم الحفلة؟ فاضل ربع ساعة على ميعاده. بس أنا عايز أقولك إن لولا البوب جه هنا أنا ما كنتش هجيلك البيت والله. لو على مكالمة رئاسة الوزراء ما أنا كنت بعتلك مسج ولا بعتلك الحكاية دي مع حد. خفت بس بعتلك مسج على موبايلك أقولك إن البوب ده عاوزك ضروري. وإنت إيه اللي يخوفك في حاجة زي دي؟ هو البوب ده أكيد متراقب اليومين دول. هو مش لاقيين لا عماد القط ولا جثته ظهرت. هو أنا مش وريتك شهادة وفاتك قبل كده؟ مستعجلة لي على نهايتك. ياريت تعملها وتخلصني. أفضلك بس حظك إني مشغول اليومين دول. طب أنا عندي حل يريحك. سيبنا امشي. كان ممكن أسيبك تمشي قبل الكلمتين اللي قلتيهم. دلوقتي مفيش غير سكة واحدة عشان تمشي أنت عارفها. ده جزاتي إني حبيتك؟ اللي يحبني ما يلعبش معايا، ما يلفش ودور من ورايا، ما يخلقش قصة حب يعملها البانة عشان مصلحته. فهمتي ولا أقول كمان؟ انت مش حاسس انت عملت فيها ايه؟ تبقى ما فهمتيش، ودي مشكلة انا اللي لازم احلها. مجنونة انت. طيب يلا طيب كلمك. ايه روحي نمت؟ نمت بعد ما سألتني 100 سؤال. افرضي يا ماما ان الدكتور قال لازم اقعد هناك مدة طويلة، افرضي يا ماما ان العلاج ما جابش نتيجة، افرضي يا ماما اني مش هخف. يا حبيبتي ما تسبقيش الاحداث، توتريش نفسك وتوترين، ان شاء الله هتخفي. بس بتكلم مين؟ طبيعي يا روحي، طفلة وخايفة من اللي بتسمعه. البنت دي شافت كتير يا نديم. معلش بكرة تبقى زي الفل إن شاء الله. مشكلة كمان إنه مريم مش هينفع تسافر معانا. ليه؟
عندها ميعاد مع الدكتور بتاعها هنا، وكمان مانع عليها تطلع في الطيارة عشان بيأثر على عقدانها حاجات كده طبية ما فهمش فيها. أنا ممكن في 24 ساعة أجهز لها طيارة خاصة مجهزة من كله. لا وعلي، خليها تتابع مع الدكتور بتاعها هنا، لو ما جابش نتيجة يبقى نسفرها. وكمان ممكن أنا هناك أسألها على دكتور خاص. اللي انت عايزاه، بس تعرف ان الاوبشن ده موجود. ايه الجورناندا؟ الجورناندا لما تشوفها هتعرف ان وشي حلو عليك. انت وشك حلو عليا من اول يوم شفتك فيه. طبعا. اتفضل يا سيدي. هتبقى وزير. وزير مرة واحدة؟ طب وانت عايزة انا ابقى وزير؟ طبعا. ليه؟ عشان أنا أبقى مسس فخري مرات الوزير. مش عايز تدخل التاريخ؟ هو ده بدخلك تاريخ مصر على الأقل. بس الوزراء روحي دلوقتي ما بيخشوش التاريخ، دول بيخشوا طرة. ده بجد؟ يعني بص يا ستي، لحد دلوقتي الموضوع ده خبر، لكن لو كلموني في التليفون فعلا يبقى حقيقة، ولو كلموني هرفض. ترفض تبقى وزير؟ ليه؟ أقولك. ترضي يا روحي جوزك حبيبك نديم فخري يبقى وزير، وبعدين يجي واحد من بتوع مجلس الشعب اللي ناجحين بفلوسهم يعملوا له استجواب، فيقف في مجلس الشعب يسألوه وهو يجاوب. عارفة يا روحي، أنا عشان أقابل رئيس الوزراء أكلمه بس في التليفون، وأبقى أنا قاعد عنده جوه والوزراء بتوعه قاعدين بره مستنيني أنا أخلص. أبقى وزير ليه؟ أنا عارفة. ناقصني إيه؟ ولا حاجة. مش كده برضه؟ أوي كده. أه بس نفسي بس أدخل جوه الدماغ دي وأشوف إيه اللي بيحصل جوه، تركيبها إزاي دي من جوه. نفسي. تعرف حقيقي؟ طب اقفل الباب وتعالي وانا اقول لك. الباب؟ مين يعني اللي هيفوت علينا؟ معلش مش عايز حد يسمع. ماشي. ده وقته، اوعى كده. ده هو ده وقته. لا عندي سفر بكري. اوعى سفر ايه يا راجل؟ انت عارفة ده بقى اهم من الوزارة. هو ايه ده؟ هو ده. اهم من كل الوزارات اللي بالدنيا. نسيخة بلا وزارة بلا نيل. ممكن نستخدم التليفون؟ خلاص اتفضل. خلاص ولا لسه؟ لا لا معلش ثانية بس، عشان اصلا مش فاكرة قوي الرقم. ماشي انجزي بس عشان في ناس هتحتاج التليفون يا ريت لو سمحت. علبة السجاير لو سمحت، ازازة مية. ماشي المية هتلاقيها هناك.
شكرا. العفو. السجاير حاططها لك هنا. ما خدتش حاجه. يا بنا حاطط لك السجاير هنا. بابا نديم باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامه. يا ريت عشان انا زهقت من المستشفيات والحقن والادويه. عايز ارجع زي زمان واروح المدرسه. هنروح المدرسه وهنعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. يلا تاخدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. وصلت صحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. خد بالك من عيلتي عشان خاطري. اكيد ما تقلقيش. بس يا حبيبي. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟ عايزاني؟ خير؟ سر؟ مش عايز حد يعرف؟ طب اتفضلي. تفضلي احكي لي يا ست السر. اوعدك بايه؟ مش عايز مالك تعرف؟ تفضل. أنا هقف جنبك أكيد، بس احكي لي الحكاية.
ايوه يا مي. الو، انا خالد الليسي، حضرتك مين؟ مع حضرتك اميره ناصف، اكزيكتيف مستر نديم فخري. اهلا بيك. هو الباشمهندس كان عاوز يقابل حضرتك النهارده ضروري. النهارده طيب، واضح يعني انه عارف ان انا مسافر فعايز يقابلني على وجه السرعه. بس انت عارفه الواحد الفتره دي مشغول جدا وعندي سفريات كتير. طيب انا هبقى عندك كمان ساعتين. تمام، اوكي، سلام. انا هلحق اروح اغير واروح لهم. الواحد يطلع باي مصلحه من العيله دي. ليه مالك ما قلتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف؟ انت ما عملتيش حاجة غلط، انت متجوزة. طيب مش هقولها. اساعدك طبعا. مش انت سمعتيني بكلم أميرة تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي، هطلعك منه. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جات لي. طمني. اوكي؟ مستر نديم. خالد بيه. ميرسي يا أميرة. قعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحدة اهو اليومين دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاغل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي مين؟ عمتك عيشة. أخت عمك حسن الليسي محتكر المقاولات في الشرقية. أخت أبوك عبد اللطيف الليسي بتاع السيراميك. واضح إنهم لابستيني أنا من أول يوم. يا فندم؟ لا مفيش حاجة. أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعًا، وأعرف مراته كمان. أوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف دي تبقى مرات أبويا، يعني أمي توفت وأنا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمة، لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعًا. طيب انا صديق، عارف مواعيد ضيقه فالواحد لازم يلحق يعني يمشي. وبعدين اقعد احنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش، بس هنقول ايه يعني؟ احنا هنقول ايه لو يعني واضح حضرتك عارف كل حاجه؟ حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقيه والسيراميك، فيعني واضح حضرتك عارف كل حاجه. هو انت دمك خفيف، واكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم، الورقه اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجه، فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. طب احس ان الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد، وانا لما ارد برد من غير كلام. طبعاً إذنك. على فكرة أنت عندك حق، كل حاجة بتمن، طلاقها قصاد حياتك، وأعتقد إن ده تمن غالي.
استاذ اميره انا بكلمك الفتره الجايه كتير، يعني في مصلحه كده عايزك فيها، تعمل فيها فلوس فلوس. يلا كلمك بعدين. عبيط ده ولا ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا ماما. انت مش فاكراني؟ انا مسافرت زي ما قلت لك. سيب البنت، انت مجنونه ولا ايه؟ ابعد ايدك عنها. انت عايز تخطف بنتي؟ ده انا هجيب لك البوليس. ده انا اللي هجيبه لك. سيب البنت. انت بتعملها هتنجح؟ ده انا هوديك في 60 داهيه. ده انت باين عليك حب رسمي. سيب البنت. ابعد. اوعي. دي بنت. عارف سايبينكوا في الشوارع دي ليه؟ حرام عليك، دي بنت. بنتي. اهلا يا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه. ورقه طلاقك. طبعا. نعمل ايه يعني تاني غير كده؟ انا لما رحت لنديم فخر ده لقيته جايب السي في العيله عندنا كله، عارف ام الله يرحمها وعارف ابويا وعارف عيلتنا كلها، تعمل ايه يعني؟ ده يبقى مريم كده بلح. ونديم يا حبيبي كمان بلح. طب وبعدين؟ ده احنا كده في الضياع يا معلم. في الضياع ايه؟ هو انت كنت في حته تانيه قبل كده غير انك كنت ضايع؟ المشكله فيا انا. انا اللي اختها خليت نقد. استنى استنى. انت قلت اقتل يقتل. انا هقول اقتل يعني؟ احنا منظر واحد يقتل؟ انت بتهيأ لك كلام. بعدين يلا عشان احنا ورانا معاك. يلا. لا انت قلت على فكره، قلت ان اختها كمان معرفش فيه. يوه على اختها دي؟ انا قايل لك 100 مره ما تجيبليش سيره اختها يا سيدي. انا بتنرفز لما بسمع سيرتها. اركب. اختها. خد امسك دي. Thank you.
اهلا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه، ورقه طلاقك. يا مريم، هو أنا ما بوحشكيش كده أبداً؟ طب حتى اسألي علينا، ما أنتي خلاص كده يا مريم نسيتيني. وحشكيش كده ابدا؟ طب حتى اسالي علينا، ما انت خلاص كده يا مريم نسيتيني. خير حضرتك، في حاجه؟ لا 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 مفيش، شكرا. في معاد يا فندم؟ الحقيقة مفيش، بس حضرتك قولي له الدكتور حازم وهو هيعرف. ولو معرفش حضرتك قولي له جوز المدام السابق. نعم؟ حضرتك بس قولي له. طيب بعد إذنك، ممكن رقم تليفونك أو البيزنس كارد حتى بتاعتك؟ أنا مش هسيب أرقام تليفونات، وهقابله ودلوقتي. طب هو مش موجود؟ لا موجود، وسألت عليه قبل ما أطلع وقالوا لي إن هو هنا. موجود ومشغول. يفضالي، أنا مش حد جاي من الشارع ولا جاي أطلب منكم خدمة، أنا أستاذ جامعة. لو سمحت ما تعليش صوتك. أعلي صوتي وأعمل اللي أنا عايزه لحد لما يطلع لي. أنا هتصل بالأمن. إعملي اللي تعمليه. مين اللي بيزعق هنا؟ إزيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل. أميرة تشوفي، اهلا وسهلا. هما كلمتين يا باشمهندس. من غير ما تتعب نفسك يا دكتور، رنا بنتك ومن حقك تشوفها في اي وقت، عايز تاخدها عندك يوم يومين مية زي ما انت عايز، انما البنت تسيب مامتها وتعيش معاك مش هيحصل. انت بقى اللي هتحدد لي جدول المواعيد اللي هقابلها فيه. تشرف في بيتي في اي لحظه، تخبط على الباب من غير مواعيد يا دكتور، رنا بنتي زي ما هي بنتك. موضوع يعني اصغر بكتير من الازمه اللي معموله دي. الازمه اللي عملتها ملك، ولا هي ما قالتلكش على محضر التحرش اللي خلت طالبه عندي تعمله لي عشان تسوى سمعتي؟ عموما الطالبه اعترفت بكل حاجه، وانا من حقي اعمل فضيحه. تعمل فضيحه لمين يا دكتور؟ يا ريت حضرتك تقول لها ان اللي حصل ده غلط وما يصحش. أنا في النهاية أبقى برضو أبو بنتها وسمعة بنتها من سمعتي. اسمعني كويس يا دكتور، المشاكل الكبيرة تظهر عشان خاطر أنا، أهم حاجة في الحكاية البنت، مش كده ولا إيه؟ يا سيدي اعتبر إن ربنا إداها أبين مش أب واحد. يشرفني ويسعدني تنورني في بيتي قريب ونتكلم في كل حاجة، وكمان رانا تكون رجعت وخفت بإذن الله. رجعت منين؟ أنا ما قلتلكش. يعني أنت متأكد إن رشا ما رجعتلهمش بعد ما هربت من المستشفى؟ بصراحة يا باشا أنا ما أعرفش حاجة عن موضوع المستشفى ده خالص. بس انا اتقص لحد ما عرفت ان ريتشارد اللي بيحمل الواد اللي كانت مستخبيه عنده يعرف حد من الجاردات تبعي، وانا قعدت معاه وعملت معاه قعده صلح ورسيت منه على كل العباره. هي هربت فعلا ومش عارفين مكانها،
والان احمل كده يا باشا ان الواد اللي كانت عنده ده بيلعب في البودره، علشان كده نقل مكانه اول ما احنا وصلنا للطريق. بس انا زي ما قلت لسعادتك في الرساله، راقبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد. هي البلد فيها ناس حقيرة ولازم تنضف منها. ايوه مريم. افندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الاوضه؟ طب تعالي وريني هيجي منين الصراصير عندنا. بس فين؟ انا مش شايف حاجه. انا على السرير مفيش حاجة. مريم مفيش حاجة. مفيش حاجة. تصبحي على خير. عبد الحميد، عادل عبد السلام، الشهرة مودي، العمر 35 سنة، أعزب، يحمل جواز سفر الرقم. إيه يا عبد الحميد؟ تحب أقول لك عبد الحميد ولا مودي؟ استنى إبراهيم ما تكتبش. تيجي ندردش الاول كده قبل ما نخش في الجد. ايه كميه الكوكايين اللي هو عندك دي؟ جالك ازاي ومنين؟ انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه. يعني لو هو في البيت ازاي؟ انا مأجر الشقه دي لسه جديد. ممكن يكون اللي قبلي نسيها فيها. اللي قبلك سايب فيها كميه الكوكايين دي؟ حضرتك انا تاتو ارتست مش تاجر مخدرات. بس الضابط بيقول ان لو ادوات تعاطي في فصاله الشقه وإني لقوا في ملابسك الشخصية تذكرة كوكايين. ممكن سكرة؟ ممكن طبعا. اتفضل.
حضرتك انا بشتغل تاتو ارتست، طبيعي ان انا يبقى عندي ناس بتيجي عندي الكلاينتس بتوعي كلهم بياخدوا حاجات زي كوك وحشيش بيشربوا، ده طبيعي ان انا اوفر لهم الحاجات بقى عندي في المعرض بتاعي بشتغل فيه. وساعات باخد كوكايين كل فين وفين، مش هنكر الحاجه اللي حضرتك لقيتها معايا بتاعتي فعلا، بس هي استعمال شخصي مش اكتر، انا ما بعملش كده على طول ومش مش ريجولر يعني، او مش على طول باخد حاجه كده. انا اليومين دول باخد كوكايين ساعات يعني عشان عندي مشاكل نفسيه خلياني اعمل كده، بس انا مش تاجر مخدرات حضرتك. يعني انا بضيع وقت معاك صح؟ انا قلت اللي عندي، انا فعلا غلطان. طب ادفع السيجار. نعم ادفع السيجار. نتكلم بقى جد سين يا ابني. صباح الخير. مريم عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي. وملك مراتي، بحبها وهفضل احبها. انت عارفة؟ أنا زمان كان نفسي يبقى عندي أخت سري يكون معاها. اشكي همومها واحكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت أوي إنك موجودة، اعتبرتك أختي، فرحت أوي إن عندي عيلة. مفيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه وملك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. فن عايزة تمشي؟ سافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكره. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك. يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي، ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر. طب والله والله يا نديم بيه وريك عليا حلفان، انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك، يعني 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 مثلا تجيلي بيتي تطلبها مني بيتي. ايوه بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا امرني يا فندم. طلبات حضرتك ايه؟ انا ماليش طلبات، انا عاوز حق ربنا. اللي هو ايه يا فندم؟ شوف سعادتك
الأخوة الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فهمي بعد إذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة، ياريت تقولي طلباتك ببساطة. ما أنا عارف سعادتك إن وقت سعادتك مش ملكك، أنا عارفها كويس قوي، بس ياريت برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفهم سعادتك الموضوع من أساسه عشان تبقى على نور برضو. مالوش لزوم يا فهمي بيه، خلاص إحنا بقينا أهل، قولي طلباتك وأنا أنفذها لك. هو سعادة البشر ربنا بيقول إن العم يرث التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت، يعني تقريبا أنا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشوية فك بس. شفت بسيطة ازاي؟ والله بسيطة. شفت ساعات البيت بسيطة جدا. والله بسيطة يعني، بس هي بنت أخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح، تفضل يا فندم، تفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام يا سلام عليك، والله عمري نظرتي ما خيبت فيك ابدا، ابن اصول صحيح. فهمي بيه، مريم وملك ولاد اخوك، يعني ولادك. أيوة. والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ، ربنا يديم معروف يا فندم، وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمة جري هخلي المحامي يتنزل إن شاء الله. مريم بليز دونت جو بليز. وانت وافقت؟ موافقش ليه؟ الواد ده موافقش ليه يا ابني؟ الراجل عارف ومتاكد ان مراته مزوره. ايوه، فخاف عليها تتفضح. بعد جابني وقال لي اللي انت عاوزه، وراح مديني اللي انا عاوزه، وقال لي يا دار ما دخلك الشر. فهمت؟ موافقش ليه بقى؟ انت فاكر ان هو عمل كده من وراها؟ ابدا. وهي المشكله هي تعرف ولا هي ما تعرفش؟ المشكله انت ازاي توافق؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ نعم. مشي الواد ده من قدامي عشان ده هيعصبني وهديله بالبنيه في مناخيره على طول. يا ابني ويرفض ليه؟ يرفض ليه؟ ده حقنا وعدل ربنا، عدل ربنا. انتوا شايفين كده؟ ايوه. انتوا شايفين ان ده عدل ربنا؟ ايوه يالا ابوك دلوقتي معاه فلوس تعيشنا ملوك العمر كله. وطز بقى في الباقي، احنا مالنا؟ طز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا؟ مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفتريه. احنا مالنا بيها؟ تتطلق ما تتطلقش، تتهبب ما تتهببش، مريم خلاص شيلها من دماغك خالص. خلاص مريم خلاص. الا اذا جات لك لحد عندك وبكت وقالت لك طارق ارجوك يا طارق اتجوزي، في الحاله دي بس هقول لك طارق يا ابني اتكل على الله وجوزها. ليه؟ لانها برضو مهما كان بنت عمك، لحمك ودمك، واللي يهمني انا بقى في الموضوع فوق ده كله يعني انها ساعتها هتطلب القرشين اللي هي شايلاهم مع اختها، ويبقى زياده الخير خيرين. طارق يا ابني استنى، رايح فين؟ سيبك منه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتفضل. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت لك من غير ميعاد. يا راجل اتفضل. اهلا وسهلا، ده بيتك. اهلا بيك يا فندم،
اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا شفت الوالد النهارده. حقيقي؟ هايل. الحقيقه انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا جات لي مسج من ساعه مريم بتقول لي فيها انها سافرت. هي لسه هتسافر؟ لا يا فندم، سافرت. لا انا لسه كنت بحجز لها النهارده. استاذ نديم، مريم في بيروت. فندم، على فكرة هي بعت لحضرتك مسج على موبايلك بتقول لك فيها انها هتسافر. لا انا ما عنديش مسج جات لي. ما هو واضح جدا ان حضرتك ما شفتهاش، عشان كده هي طلبت مني اني اجي وابلغ حضرتك. اه في مسج فعلا. حضرتك عندك فكرة هي بتعمل ايه في بيروت؟ كل اللي انا اعرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني. خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خالتها. قلت لك بيتزا اسرع. بيتزا ايه يا عم انت؟ ما طالب سوشي كده كده شويه هيك على طول. طب امسك 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 الحته دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم، ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا بلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ انت بقيت محلويه قوي اليومين دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ اه ده احنا جبنا نقط. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن تديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني انت، شوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط يعني. انا خالد الليث يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين، يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره، تقدر تلاقي حشيش، الواد ده مثلا كان بيشم من شويه بودره. لا ما تخرب بيتي ايه يا بس؟ الباشا حبيبي، انا يا باشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره واتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيح فيه ومتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك يعني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ وريني. ده لله مش هتبقى قضية دهب بس. والله يا باشا الحاجة دي حرزوا له كل حاجة تلاقوها. لا يلا كل حاجة يا فندم، الحاجة دي مش بتاعتي أصلا. تعالوا خدوه. لا يا اخي يا فندم حضرتك فاهم الموضوع غلط. طب اجي معاك؟ اجي معاك؟ انت قمر قوي كده برضه؟ طب متشكرين لك قوي. البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي. ده واجبنا يا فندم، وعايز أقول لسيادتك كمان إن أنا بعمل مركز طب عالمي جوه المدينة. هيشرفني جدا إنك تفتتح. أكيد طبعا، أكيد. ميرسي يا فندم على حضرتك. العفو، العفو جدا. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك.
سمحت يا باشمهندس، ممكن نعرف مدام رشا محجوب مختفيه فين؟ امشي يا ابني امشي، ما اشوفش وشك في الشركه، تاخدي اجازه طويله، تسافري بره مصر. والله العظيم لو مش شايلك خدماتك معايا انا كنت عملت حاجه تانية. ما اشوفهاش في الشركه يا جمال. مش عليك الدنيا معكوك على الاخر، قضيت سلاح بدون ترخيص والدم اللي متبلغ عنه وشويه بلاوي تانيه كتيره قوي. انا معلش تطبخ يعني سنه مع الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي، وانا برضو اللي هعرفك بقى شغلك. انا مش عايز اقول لك ان لقيوا فيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. لا بس ما تسكت بقى، فيديو مش هم والله العظيم. من مش بقول لك معكوكه يا عم؟ معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا، ده واحد شبهي والله العظيم. شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام اللي طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار طلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا نفسي، بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ وليه مش هينفع؟ هينفع. عارف الوليه اللي اسمها ملك الجرحي؟ احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيضطر عشان خاطر نديم فخري. ايه وده ينفع كده نسي؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نديم فخري هو اللي يجي يطلعنا، انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعنا. هاي عبد الحميد، راجعت نفسك وناوي تتكلم ولا لسه عند موقفك؟ على العموم تحريات المباحث جات لنا واحسن لك تتكلم. انا قلت لحضرتك كل حاجه، ما اعرفش حاجة عن المخدرات اللي كانت في الشقة دي، أكيد حد حطها لي. يا راجل، انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معايا. ده أنت طلعت دولي. مش الإنتربول طلبك؟ هربان من قضية في أمريكا ومختفي هنا وما بتظهرش خالص. وما معكش تليفون محمول. والبودي جارد اللي بره هو همزة الوصل بينك وبين زباينك. وقال عامل نفسك بتاع تاتو وأنت بتبيع لهم كوكايين. أنا كل ده؟ أيوه أنت كل ده. وحد من زباينك اتمسك واعترف، ومش بس بالتاجر، ده انت بتجلب مخدرات من بره، ودي لوحدها فيها اعدام. لا انا مش بعمل كل اللي حياتك بتقوله ده، مش انا خالص، مش انا. امال مين؟ دين الامان ولا اقول لحضرتك؟ معقوله؟ وفي امان اكتر من نيابه؟ انا فعلا كان علي قضيه في امريكا وهربت، بس القضية دي ظلم. اللي هربتني من أمريكا تبقى بنت مرات الراجل اللي أنا كنت بشتغل عنده. مين هي دي بقى؟ ملك الجرحي. هي اللي قالت لك تقتل؟ أيوة يا فندم، هي اللي قالت لي أقتل. والموضوع له علاقة برجل أعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. أنت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول أي أسامي عشان تعمل بلبلة وتضيع وقت؟ لا يا فندم، ده حضرتك أنا اللي اعترفت لك إن أنا اللي قاتل، بس مش لوحدي. ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجة. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقة ولا الحقيقة كلها؟ الدنيا وحشتيني. ليه ما قلتليش اجي اخدك من المطار؟ قلت اجيلك على غفله اشوف بتعمل ايه من ورايا. اعمل ايه يعني؟ قاعد بفكر فيكي. وايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ فغيف طبعا. اهلا يا روح، اهلا يا روح، وحشتيني وحشتي بابا. طفي انا عمرك مفاجاه. ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي. مبروك بجد يا نديم. الحمد لله كل التحاليل طلعت نيجاتيف. حبيبي خف بعد رحلة عذاب. يعني الكيموثيرابي اللي كان هنا عمل مفعول. كل الدكاترة قالوا كده. يا روح قلبي مبروك يا روحي، مبروك يا روحي. ده انتوا جايبين اخبار حلوة بشاك. لازم نحتفل بقى، لازم نحتفل. طبعا لازم نحتفل. دي رنا. تعالي يا حبيبتي، اكيد اوضتك وحشاكي قوي فوق صح؟ بالاسم انا مفقوله. انا هحصلك. اوكي
ملوكة رانا خفت بجد؟ والله خفت. الدكتور قال لي انه نسبة شفاها 90%. بعد رحلة العذاب دي الحمد لله. الحمد لله. أنا اتخضيت لما قلت لها اطلعي أوضتك. ما أنا ما كنتش عايزة أقول لك قدامها إن أنا كلمت باباها وبلغته. طب كويس. وكمان هو طلب إنها تقعد عنده كام يوم. بس أنا ما حبيتش أقول له أو لا إلا ما أسألك الأول. أمال يا روحي؟ تروح طبعا. بابا؟ أصل أنا ما بحبش أخد قرار في حياتي أو في حياة بنتي من غير ما أرجع لك. أنا بجد بحبك. وأنا بموت فيك. إيه الحلاوة دي؟ أنا كنت وحشك للدرجة دي؟ جدا. كنت وحشني جدا. أنا بحبك أوي يا نادي. مجنونة بيك. بشوف ايد مريم. طمنيني عليها. صدق هي بتقول ايه؟ حاجة غريبة. عايزاني ابعت لها فلوس على بيروت. مو ماله، ابعت لها. انت عارفة نعمل ايه كمان؟ خلاص اللي ورانا ونطلع بيروت نعمل شهر عسل جديد. ايه ده بجد؟ ورانا ايه؟ تاني؟ ونرجع بيها واحنا راجعين. بس انا معرفش هي عملت كده ليه؟ انا كمان فوجئت. مجنونة. اختي وانا اكتر واحدة عارفاها. بس طيب. وبتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها. عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي اللي انا كنت مخبيه عليك. بقول لك ايه يا روح، ما تبيش تخبي عليا حاجه تانيه. هو انت اديتني فرصه حبيبي؟ انت خطفتني خطف. وبعدين ما انت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير انا ما اعرفهاش. يعني اكيد مخبي عليا حاجه. هقولها لك كلها. اسمعك بس بعدين. دلوقتي لا وقت للكلام. الله يسلمك. المفاجأة التحفة دي مش كده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ شفتي؟ ايه التغيير الجامد ده؟ نورتي مكتبك. ميرسي يا نهى. احكي لي اخبار مستر نديم ايه وانتي بعد الجواز؟ لا انا مبسوطة قوي. طب الحمد لله. مالك؟ في حاجة؟ لا خالص، بس المكتب وحشني قوي والشركة وانتو. طيب طمنيني، طمنتي على رنا؟ الحمد لله. نهى قاعدين بنحاول. طيب انا ثواني بالظبط ونسكافيه كيف عندك. لا 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 مش عايزة حاجة، عايزة اقعد شوية لوحدي. لو سمحتي محدش يدخل عليا الا لما اندهلكوا. حاضر. كيكي كي. بقالي 8 ساعات بسمعك. وانا قلت لحضرتك كل اللي حصل. اظن يا فندم مفيش متهم اسهل مني. يعني انت مش معترف بسرقه الذهب اللي انت بتقول ان الست اديتهم لك بمزاجها، ومعترف انك قتلت؟ ايوه يا فندم، لكن مش لوحدي. زي ما قلت لحضرتك ملك الجرح هي اللي وزتني اعمل كل ده. هاتها واسالها يا فندم، ويا ريت تجيب جوزها نديم فخري كمان وتساله. ممكن سيجاره يا فندم؟ لا. طيب اكتب يا ابني. تسلخ نسخة من التحقيقات وترفق من مذكرتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام للتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما أثير عن واقعة القتل المشار إليها في اعترافات المتهم. معلش يا فندم، ده معناه إيه يعني؟
يعني احنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الذهب والسلاح اللي بدون ترخيص، انما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها. ملك، في واحدة ست برة كده شكلها مريب وغريب وبتقول انها عايزة تقابلك وتعرفك. لا انا مش عايزة اقابل حد. شوفي هي مين وعايزة ايه وتعالي قولي. طب انا عملت كده على فكرة، وهي برضو مصممة وعايزة تدخل. شوفي لها سكة يا نوع. طيب حاضر. اوكي. غرق ايه يا مدام؟ يا انت دوختيني وعمال ما عرفت مكانك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ ايه ده انا مين؟ هو انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا ارجعي بالذاكرة لورا كده تلاقيني قاعدة على جنب. فكري. بصي. روحي انت يا نوع. ابعتلك رامي. امشي. روحي بقى. نعم. الله ينعم عليكي. بصي بقى يا حبيبتي، انا جاي اخد بقيه حق اللي اتفقت مع وليد الله يرحمه عليه. وليد مين؟ وليد مين؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ وليد ده يا حبيبتي اللي اتفق معايا وقال لي ان انا اروح اضربك علقه موت بس بحنيه قدام شركه نديم باشا، وبعد ما اخلص اطلع على بيته واروح اقول له ان المدام بتاعته مدام رشا هي اللي وزاني عليكي. هو وليد بقى هو اللي قالك انه متفق معايا؟ ايوه يا حبيبتي، وبأمارة كمان ان انا سمعت اخر مكالمة كانت بينك وبينه، حتى بالأمارة قلت له انا نص ساعة واكون هناك، هقول للسواق يمشي وابعت للناس عشان تضربني، افتكرت يا حلوة؟ اتفضل اقعد. شكرا. كان قلبي حاسس ان القضية دي مش هتفضل ضد مجهول. عايزك بقى تعيد لي كل اللي قلته لأحمد بيه فتحي قبل القضية دي مستخرج من الحفظ. شوف يا فندم، باختصار يعني. لا أنا مش عايز باختصار، أنا عايزك تحكي لي القصة بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سين وجيم. تحت أمرك يا فندم، هحكي لحضرتك. مساء الخير يا أنسة نهى. مساء الخير يا أستاذ البشاير. فضلك كنت عايزك في كلمتين على انفراد. نعم. ايه ده مش فاهم. يا ريت نتكلم لوحدينا. طب من غير ما تقول حضرتك. طيب انا ادام فيها انفراد بقى استاذن انا اسيبكم بقى. والله كلك ذوق. اطلب لك حاجه؟ طيب تشرب حاجه. يا ريت. انا عايز قهوه ساده واطلب لها ليمون علشان يروق دمها علشان هيتحرق كمان شويه. طب ما نخليهم 2 ليمون. والله كلك ذوق. الله يخليك. انت هتهزر؟ حبيبي قلبي والله. يلا استاذنك يا فندم. نشرب شربات فرحك. ربنا يبارك لك. الله يخليك. ايه بقى؟ احنا خسرنا القضيه. نعم. القضيه اللي كان رافعها فهمي على ملك. الحقيقة أنا مش عارفة حضرتك ليه اللي عايزني أنا اللي بلغها. ما أنا لو بلغتها أنا هتتعصب عليا ومش هتسمع بقية كلامي. اللي هو؟ اللي هو إن لسه في استئناف وإن الحكم ده مش آخر الدنيا، بس إن شاء الله نلحق نعمل الاستئناف بسرعة قبل ما عمها ياخد صورة الحكم دي ويرفع بيها قضية التزوير. طب أنا ممكن أكلمها لك وحضرتك اللي تقول لها الكلام ده؟ يا أنسة نوها افهمي، أنا قصدي يعني وأنتِ قاعدة معاها كده في ساعة روقان ممكن تسرسبي لها المعلومة تقول لها الخبر من غير ما تحس يعني. ويا سلام بقى، يا سلام كمان لو أقنعتيها بالحل الودي. حكيم أنا عز الحلول الودية جدا. وبعدين؟ بعد ما رحت لها المكتب وهددتها نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لأختها إنها كانت عايزة تقتل. يوميها بالليل فوجئت إن ملك جاي للبيت.
ايه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانة ورجعتي نفسك وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا من ناحية هسد فانا اقدر اسد قدام 10 زيك، بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي يعني؟ تشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانيين. بعشر مليون؟ لا فاهميني. فاهمك. قعدت تكلمني عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني، وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيك عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم، ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على انها اهبل، اي حاجه تقولها لي اعملها. يعني على امل انها تديني ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيها. وقفت بعربيتي قدام بيت وليد، كان المفروض انها هتكلمه عشان ينزل لها، وأول ما ينزل أقتله. أيوة يا وليد انزل لي، أنا تحت مستنياك. وبعدها بيوم رحت لها الشركة. ليسي ازيك؟ ويلكم. انت هتصاحبني ولا ايه يا ابني انت؟ ايه لسه دي؟ انا اصحابي بس والقرابين هم اللي يقولوا لي يا لسه، ده غير انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حاسين هبل ولا ايه؟ حاسس بيا ابني. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلاص التليفون ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي بتتكلم. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 تعالي، خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي، تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه بقوا بقى ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي، كلها ربع ساعة تفهمي، بس بسرعة لأن مبلغ زي ده أنا ما أقدرش أحطه في البيت غير عشان أحل البنك. يلا. يلا. ملوكة. أه. أديني عملت اللي عليا أهو. أداني لعيب وأزح. برافو. أه. بقول لك إيه؟ أنا أديت الشنطة اللي اسمها إيه اللي شغالة معاكي بره دي تديها لمدير الحسابات. إيه ده جيسيكا باركر غيرت لون شعرها. أه؟ مين جيسيكا؟ شنطة ايه؟ شنطة ايه زي ازاي؟ الشنطة؟ لا بقول لك ايه؟ انا قايل لك انا لا بحب الشيكات ولا التحويلات. اه انا اديتها الشنطة عشان مدير حسابات يحط لي فيها 10 ارانب، يعني عمال ما اشرب قهوة عشان الحق البنك. اه الفلوس اللي انت هتدفعهم مش كده؟ ادفعهم ازاي؟ ادفعهم؟ لا ادفعهم ايه؟
انت اللي هتدفع. هو مين يدفع لمين؟ انت تدفع لنا. تدفع لك انت؟ قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ماشي، واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ماشي، عنديش مانع، بس انا المواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان جدي يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواكي يعني، ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمة دي؟ انا مش فاهم هو انت في ايه من اول ما دخلتي مش مودخي فيه. مودياني تليفونك. ماله؟ ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي انا بعتهولك. ايه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. ماما صعب انا دماغي دي، انا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. بعتلي فيديو على الواتساب. انا ما كنت بفكرش كده. بس بقول لك ايه؟ هنتفرج ازاي هنا على الاثنين على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خلي بين ليسي ومالك هانم الجرح بفرجوا على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اتفرجت على فيديو كتير، بس اديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في مواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني، اشوف حاجات جديده. ايش؟ مالك الجرح الفيديو، اتفرج بقى، اتفرج بقى على الفيديو. ايه رأيك بقى؟ رأيي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصلا ما هنش عليا لحظة زي دي تعدي وما صورهاش. تحب بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات ونزلها على انستجرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، مهونش عليا برضو ان اضيع مستقبلك. على فكره انا محتفظه بالفيديو ده، ولو عايز ممكن اديهولك، بس كله بتمن. مش قلت لك هتدفع؟ ايه هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، وبقى خد الباب وانت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. معرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحة لا يا فندم. وانت ما سألتهاش؟ لا، انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبة لي ان انا اخد الفلوس، فما سألتهاش. جلال عايز ايه يا جلال ده؟ ما هو أصل فيه خبر مش ولا بد، كالعادة شبهه يعني، وصدرني أنا عشان أجي أقولهولك. في إيه يا نهى ما تتكلمي؟ خبر إيه ده اللي مش ولا بد؟ عمك. عمو فهمي؟ ماله ده؟ كسب القضية، وأستاذ البشاير ده بيقول إن الموضوع مش هيتحل غير ودي ما بينك وما بينه. يعني أنا طلعت فعلاً مزورة أمدة أبويا؟ مش مهم، بعدين أبقى ألاقي حل للموضوع ده. ما هو أصل في حاجة تانية، بس بخصوص نديم. نديم؟ إيه؟ نديم قعد مع عمك وأنتي مسافرة، المفروض إنه كان يعني صلح المشكلة دي. مش فاهمة حاجة، مشكلة إيه؟ نديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزها منك يا ملك، ومقابل ده انه يسيب القضيه. اما هو ما سابهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطفي الجرح، عايزها تكون قصادي بكره الصبح هنا. امرك فندم. اتفضل. حلوا مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجة تقولولي. ماله رامي؟ ايه؟ اتقبض عليه؟ ليه؟ بيشم؟
طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبة دي. باي. ايه كم المشاكل دي؟ انا مش مصدقة. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيرة نفتكر ايه؟ شي علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ مفيهاش حاجه حبيبتي، انا عايز احللك المشكله. لا فيها، فيها انك مرضتش تلمحلي ان هو نصب وقبل منك فلوس، مكنتش عايز تحرجني. ملك ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده انا لسه قافله معاه. قافله معاه؟ ده انت ما بتستحمليش تعيشي من غيره. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار؟ من امتى؟ انا بحب اي حاجه انت بتحبها وبس. يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجة متغيرة فيها يا حبيبي، أنا زي ما أنا. لا، ما أنتي زي ما أنت. ليه؟ أنا هي مريم اللي أنت تعرفها. لا، ملاك اللي هي تعرفها. اللي أنت تعرفها. بالظبط. أنتي مريم. أنتي مش ملاك. انت مش ملاك. انا مش ملاك، انا مريم. وما رحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديك المصلحات، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم.
مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي أختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. واحدة نصابة مجرمة صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رد عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك ولكن انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا. اتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقة عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني، زقتها، وقعت في المية وانا عارفه انه ملهاش في الهروب. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت اتفرج عليها لغايه ما غرقت. رجعت الاوتيل واخدت حاجتها، قصيت شعري زيها، عملت كل حاجه هي بتعملها، حتى التاتو عملته، البرفان بتاعها، كل حاجه. ورحت رنا المستشفى. ما شكتش لحظه، ما شكتش لحظه ان انا امها. ريحتي كانت ريحه امها، هدومي، طريقه كلامي، كل حاجه كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا. ورجعت علشانك. انا بحبك يا ديم. انت بحبك. بحبك ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ديم. من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. انا حبيبتك؟ هي مش حبيبتك، عمرها ما حبتك، دي كذابه. قتلتي اختك عشان بتحبيني؟ انتي مش اختي، احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمه قتل عشان بتحبيني؟ كل الناس كانت بتحبها اكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. لما انت مستهترة فاشلة، انا مش عارف اقول للناس ايه، اقدمك ليهم اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية، كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي، وفي الاخر جايبالي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي ايه؟ عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي، بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فاطمه انا عايزه اتطلق من حازم. طيب فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ اكيد. على اي حال انا واثق فيكي جدا في طريقه تفكيرك وفي عقلك، ومتاكد ان اي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبه 100%. لكن بس انا ليا طلب واحد. ايه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لان مش عايزها تتربى بعيد عن بيت ابوها زي ما انت تربيتي بعيد عني. لا طبعا اطمن من الموضوع ده، انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي، ويا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي.
قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ ايوه، ولد فاشل صايع شمام، ابوه طرده من بيته وتقول لي هتجوزه يعني هتجوزه. انت اكيد عملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه، لكن في النهايه استاذ جامعه راجل محترم. راجل محترم، بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن وهي الاشطر وهي الانجح. لامتى؟ لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك مبعوت على رقم تليفونك، وبعديها مسج بتقولك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده. رسائلها مع وليد كل مخططاته، صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك، انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش انت كان نفسك في ولد او بنت يعودوك عن لوجي الله يرحمها؟ جاوب، انا حامل، انا حامل حبيبي، انا حامل في ابننا. افرح، انت محرم عليا، انت اخت مراتي. انت مش طبيعية، انت مجنونة. مش كده، انا مش محرمة عليك، انا حبيبتك الحقيقية. هو ده ابننا، واحنا التلاتة هنعيش هنا في البيت ده. نفسي في السعادة دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. أرجوك انسى اللي حصل. انت شيطان. لا شيطان. لا شيطان. لا شيطان. لا بصلي ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها. ها قلت ايه في اللي قلته لي؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ أصلي إيه؟ اتكلمي يا ملك. أنا مش ملك. أمال أنت مين؟ أنا مريم أختها التوأم. ثابت في محضر جامع الاستدلالات إنك لما سألتي أقريتي إنك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت إنك ملك. بس في الحقيقة أنا مريم مش ملك. طب ليه قلت إنك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟
مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك، انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شاهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا لدي ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني، ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم هي دي ملك جرحي. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكرة نفسي حامل. سوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي لوشي. انت بتحب الولاد، خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المجنون. ملك هي اللي قتلت مش انا. مين اللي قال كل ده ممكن يبقى تلفيق؟ انما انت اعترفتي لي انك قتلتيها، تبقي مجرمه وتستاهلي الاعدام. انا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. انا مش ذنب ان هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين انا عارفه ملك كويس، وعارفه كويس قوي هي بتفكر ازاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني تلك. صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس. هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعل عليه. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. هيصدقوا، هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي ان ايه هيكتشفوا انه متطابق لانكوا توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات، وانا محيت كل بصمات ملك من على اي ورقة رسمية. يفضل بصمتك انت. ليه يا نديم؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحب؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق. قتلت الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي.